السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد ترحيب، واللي من خلاله سننقل لكم بالصوت والصورة أبرز الفعاليات والأحداث التي تجري على أرض الدولة. بالفعل عبد الرحمن، حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة. اليوم بنناقش معاكم مواضيع رياضية واجتماعية مع ضيوف مميزين في الاستديو، إلى جانب سلسلة من التقارير المتنوعة بإذن الله. وفي البداية مشاهدينا الكرام، نظم مركز شباب سميسمة أمسية شعرية بعنوان في حب قطر، وذلك بحضور نخبة من الشعراء وهم عبد الله بن راشد الهاجري، والشاعر عبد الله بن ناصر النعيمي، والشاعر حمد بن ملحان الإحبابي. وتأتي هذه الأمسية في إطار الأنشطة الثقافية للمركز، والتي تتميز بالطابع الوطني. ثلاثة شعراء شباب شنفوا آذان الحاضرين من شخصيات وأهالي منطقة سميسمة في أمسية شعرية في حب قطر، نظمها مركز شباب سميسمة. الأمسية تأتي في إطار الفعاليات الوطنية التي يقوم بها المركز من أجل المساهمة في تنمية الوعي الوطني لدى النشء والشباب. هذه الأمسية في إطار الحملة الوطنية في التضامن والتضامن مع سمو الأمير والدولة بشكل عام، ان احنا جزء لا يتجزأ من هذا الوطن المعطاء اللي اعطانا كثير، واحنا نبادل هذا الوطن بهذا الحب بهذه الاعمال البسيطه اللي احنا نتمنى ان شاء الله انها توصل رسالتها للجميع، ان هي فعلا اهل قطر فعلا يحبون الخير ويحبون التجمعات اللي تؤدي في النهايه الى تضامن الشعب مع بعضه، حب للشعب مع بعضه، حب للأمير، حب للحكومة، حب لجميع الشعوب العالم. لا صوت يعلو صوت القصيد، كلمات موزونة بدت كدرر تتغنى بحب الوطن وتصدح بالولاء والوفاء لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الأمر الذي تفاعل معه جمهور الأمسية بحماس. نظب الرق القصايد وقبلت مزن ترازم، تسقي القاع المحيلة لين ما تحيي ثراها، في مدايح راعي العليا سندنا فاللوازم، نبدع الأشعار من حب الديار ومن غلاها، يا تميم المجد يا ذخر الوطن في كل لازم، أنت يا ذخر الديار ودرعها حامية احماها، حن حزامك لا توانت وارتخت كل المحازم، بندق لا ثورت ما هي تثور في إخباها. ذات التماثيل لبستها من بوح شعري قلاده مثل التميمي، يومها بسيف وخيل اسس قطار من فوق صهوه جواده، الين جات بكف من يعدل الميل، كانها صغير مهتني في مهاده، اميرنا الوالد عسى داره السيل اللي رفع شعبه ونهض بلاده، وخلى قطار من فوق سحب الهماليل لين استلمها من يجيد القياده. زال ليل الهجوس وطاب جوه وغنى، وابتدا سلمه الابداع ياخذ نظامه، يبتدي في وطننا وينتهي في وطننا، وكل بيت عليه من المعاني علامة، عز يا دوحة المجد العظيم المبنى بين شعب عظيم وبين حكمة زعامة، عز يا دوحة المجد العظيم المبنى بين شعب عظيم وبين حكمة زعامة، وإيش كنا قبل واليوم شوفوا شو وصلنا، كل مجد خذنا منه ذروته سنامة، يا قطر دارنا يا مجادنا دار أهلنا، دام عز شدار الخير وارض الكرامة. في نهاية الأمسية كرم المدير التنفيذي لمركز شباب سميسمة الشعراء المشاركين في الأمسية. صح لسانهم. وبالانتقال إلى موضوع آخر، حيث أعلنت كلية الشرطة جاهزيتها التامة لاستقبال منتسبي الدفعة الرابعة من مرشحي الكلية استعدادا للعام الدراسي الذي سينطلق في 17 سبتمبر القادم، وانتهت الكلية من إعداد الكادرين التدريسي والتدريبي للدفعة الجديدة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع سرنا أن يكون معنا في الاستوديو
العميد الدكتور محمد بن عبد الله المحنى المري، مدير عام كلية الشرطة. مرحبا بك أبو عبد الله. مرحبا عبد الرحمن محمد ومشاهدين قناة الرياض. يا مرحبا، يا مرحبا أبو عبد الله. مشاهدينا الكرام، قبل ما نبدأ حوارنا مع سعادة العميد، خلونا نشوف هذا التقرير عن كلية الشرطة ونرجع لكم مع ضيفنا. مع اقتراب موعد انطلاق الموسم الدراسي الجديد، أعلنت كلية الشرطة عن جاهزيتها التامة لاستقبال منتسبي دفعتها الرابعة، حيث تم الانتهاء من إعداد الكادرين التدريسي والتدريبي للدفعة الجديدة وتجهيز الثكنات وتوفير كافة معدات التدريب اللازمة للتأهيل البدني للمرشحين. هذا وقد ساهم في زيادة جاهزية الكلية ما شهدته من طفرة نوعية كبيرة في المباني والمنشآت، مكنتها من القيام بدورها الوطني على الوجه الأكمل للمشاركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتقديم الخدمة الأمنية المثالية لدفع عجلة التنمية المستدامة عبر إعداد جيل من الطلبة المتميزين أكاديمياً وشرطياً. وحرصت كلية الشرطة منذ إنشائها على استقطاب النخبة المتميزة من الطلبة المتفوقين أكاديمياً، وذلك ضمن المساعي الجادة نحو تحقيق التميز في مجالات التعليم والتأهيل، ليتسلح الطلبة قادة المستقبل بالعلم والمعرفة وفق أحدث النظم العالمية في جميع مجالات التدريب والتأهيل الأمني المحترف على جميع الأصعدة. وتمنح الكلية لطلابها شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، وتبلغ مدة الدراسة بها 4 سنوات مقسمة على فصول دراسية مدة كل منها 16 أسبوعاً. كما يعتمد نظام الدراسة في الكلية على أفضل الوسائل التعليمية التي تضمن التعليم التفاعلي في قاعة الدراسة لبناء قدرات الطالب في التفكير الناقد وحل المشكلات والتحليل. ومع انضمام دفعتها الرابعة، ها هي كلية الشرطة تدخل ركب الإنجازات الوطنية لتغدو حقيقة واقعة نرتقب مخرجاتها بجهود أبناء الوطن المخلصين الذين التقوا تحت عنوان الإخلاص لله والوطن والقيادة، حتى تتواصل مسيرتنا الوطنية في خدمة دولتنا التي تجمع بين الأصالة والحداثة لترقى لمستوى الطموح فتطال عنان السماء في نهضتها وتطورها الحضاري الذي نفاخر به العالم أجمع. شاهدنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير العام واللي يتكلم عن كلية الشرطة، ونعود لضيفنا العميد الدكتور محمد بن عبد الله المحنى المري، مدير عام كلية الشرطة. مرحبا بك من جديد أبو عبد الله. في البداية أود أنك تطلع مشاهدينا على تفاصيل الدفعة الرابعة من مرشحين كلية الشرطة. طبعا كلية الشرطة تمت الاستعدادات اللوجستية والخدمات لاستقبال قادة المستقبل الدفعة الرابعة، وبدخول الدفعة الرابعة تكون الكلية اكتملت بسنوات الدراسية الأربع. الحمد لله. وكثير من أولياء الأمور وكثير من الطلبة متحمسين إلى الانضمام إلى كوكبة من يخدمون وزارة الداخلية ويحملون رسالة الأمن، الرسالة العظيمة. والحمد لله تمت الاستعدادات من يعني نقول من فترة طويلة، وتم الاستعداد حتى في موضوع الثكنات، موضوع الملابس الرياضية والعسكرية والمدربين وأعضاء التدريس وجميع الخدمات الصحية والتغذية والميادين، وتمت صيانة حتى كثير من الميادين وتم تجهيزها بشكل كامل استعدادا لاستقبال الدفعة الرابعة وكذلك الدفعات الثلاث المنخرطة الآن حتى الآن في تدريبات صيفية في مراكز أمنية. يعطيكم العافية
العافيه. دكتور، احنا نتكلم الان عن هذا الموسم مع الدفعه الرابعه، ودنا نعرف مشاهدينا خاصه المناهج التدريبيه والتعليميه، هل طرا عليها شيء جديد بالنسبه للدفعه الرابعه ولا هي مكمله للدفعات الثلاثه السابقه؟ طبعا احنا ننتظر دخول ابنائنا قاده المستقبل بشغف وبامانه، نفرح خاصه يوم الدخول يوم لا ينسى، خاصه عند طلبتنا وعند اولياء امورهم، واحنا كذلك نثبتها في للتاريخ. تجهيزات دخول الدفعة الرابعة الطلبة الجدد قادة المستقبل لابد أن يسبقها من تحضيرات ومن تهيئة نفسية وبدنية صحيح. تسبق الانخراط في العمل الأكاديمي. طبعا هناك فترات زمنية في بداية دخول وصول كشوفات الاعتماد من الجهات العليا بوزارة الداخلية للدفعة الرابعة، بيتم انخراطهم مباشرة في الفترة المسائية في طوابير رياضية لتجهيزهم بدنيا وتهيئتهم نفسيا و اطلاعهم على خطط الكلية وبرامج كبير. ومناهج والدورات اللي يأخذونها داخل الكلية. نعم. هذا اللي بالنسبة للدفعة الرابعة في بداية دخولها. هذا بالنسبة مثلا من ناحية أنه يتأقلم على الحياة داخل الكلية صحيح. من ناحية مثلا تدريبات معينة، حتى يستوعب أخوي عبد الرحمن التحول من الحياة المدنية للحياة العسكرية. بعض الناس عنده تخوف صحيح. تخوف صحيح. وخاصة يجهل الشيء يكون عنده تخوف، ولكن لما يدشون ويشوفون البرامج الكلية ومرافق الكلية وزملائهم اللي سبقوهم للميدان، بالعكس يعني حتى أحد الصحف ذكرت بأن الإقبال على كل الشرطة ما لا نضيع على مستوى صحيح. الكليات والجامعات في دولة قطر، وهذا الله. شرف لنا بأنهم اختاروا سواء كانوا طلبتنا قادة المستقبل أو أولياء أمورهم لخدمة وطنهم. هذا شيء يشرفنا جميعا. هذا أيضا يعني ثمرة جهود كلية الشرطة اللي قامت حتى على معايير عالمية قامت بها لاستقطاب قادة المستقبل مثل ما ذكرت. وعبد الله، احنا تكلمنا تقريبا عن الحياة، نقدر نقول حياة طبيعية داخل الكلية، لكن لو ننتقل إلى الجانب الدراسي أو الجانب الأكاديمي، كيف تحضيركم بالنسبة لهذا الجانب؟ طبعا مثل ما ذكرنا بداية البرنامج، الاستعدادات خاصة لما أتكلم عن البرنامج الأكاديمي سواء في تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد أو أعضاء هيئة تدريب شقيه العسكري والرياضي، استوفينا الأعداد وتم تعيينهم وتم اختيارهم بوفق معايير، لأن أولا لا نقبل أي عضو هيئة تدريس أو أي مدرب مستوى عادي، احنا عندنا تحدي، لابد أن يكون من يعمل في كلية الشرطة أن يكون على مستوى عالي ومستوى متميز، سواء كانوا من أعضاء تدريس من خبراء، سواء كانوا قانونيين أو في علوم الشرطة والعلوم الجنائية الأخرى المختلفة، أو على مستوى التدريب العسكري والتدريب الرياضي، لأن هذه هي باكورة عمل أبنائنا في كلية الشرطة. يجب أن يكون المربين، أن يكون المدربين على مستوى عالي جدا، وعملية تعيينهم وفق معايير وفق شروط ليست بالسهلة، وفق لجان لها يعني نقول هناك بعض العوامل الأساسية والتفضيلية في عملية الاختيار وتمحيصهم، وتم تعيين من دول عربية دول شقيقة ومن داخل دولة قطر ومن ضباط قيادات وزارة الداخلية. جميل. أبو عبد الله، الآن ننتقل للجانب الطلابي نفسه، شو المعايير اللي تفرض على الطلاب للقبول في كلية الشرطة؟ طبعا كاللجنة الموحدة اللي تمت مقابلة أبنائنا الطلبة قادة المستقبل لها شروط معينة، سواء كانت في المستوى أو النسبة المئوية في التخرج من الثانوية، أو بالإضافة إلى شروط القبول الأخرى من الطول والوزن والمقابلة اجتياز المقابلة الشخصية، وكذلك التدقيق الأمني والصحية. ومن ثم عند الموافقة وعند الاختيار، فالكلية كذلك لها معايير اختيار للطلبة عند انخراطهم في الكلية. فترة الاستجداد فترة الست شهور، طبعا يسبقها الخمسين يوم الأولى، هو التحول من حياة العسكرية لحياة المدنية، والاهتمام باللياقة البدنية والتهيئة النفسية لهذا قبول هذا التحول، وكذلك توضيح لأبنائنا إيش البرامج اللي بيأخذونها خلال 4 سنوات، والمقررات الدراسية والدورات اللي بيأخذونها، وكذلك لابد أن يكون هناك معايير في عملية حتى طرح المناهج والبرامج. كذلك عند انتهاء أي فصل دراسي يتم تقييم هذه المناهج ويتم تطويرها. سبحان الله، إذا تغير طبعا القرآن الكريم هو لا يتغير، ولكن جميع مناهج وبرامج
مثل ما الجريمة متطورة، نتكلم بشكل خاص كجريمة متطورة، كذلك يجب أن تكون برامجنا متطورة، وحتى التقنيات الحديثة الآن في عصر العولمة وعصر تطور الجريمة يجب أن يكون رجل الشرطة سباق للجاني في أسلوب والوقاية من الجريمة وكذلك مكافحة الجريمة ومتابعة. هذا طبعاً التحدي الكبير يواجهونه. نعم، نسبة القبول طبعاً 70 لا تقل عن 70%. لا تقل عن 70%. علمي أو أدبي. سواء علمي أو أدبي. جميل. نعم أبو عبد الله، لو تكلمنا شوي عن الجانب الأكاديمي، يعني صراحة جانب مهم بالنسبة للجانب العسكري. التخصصات الموجودة كما شاهدنا في التقرير في كلية الشرطة، هل هو فقط بكالوريوس العلوم الشرطية أو علوم الشرطة يضاف إليه دبلوم آخر مثلا نفس الكليات الأخرى مثل كلية أحمد محمد العسكري، أو أنه فقط البكالوريوس علوم الشرطة فقط؟ اسمح لي قبل ما أتكلم أحيي كلية أحمد العسكرية العريقة، يعني هذه الكلية اللي إحنا نهنا منها العلم والمعرفة والتميز دائما، وإحنا كملنا المشوار في كلية الشرطة، وأصبح الشهادة اللي تمنحها كلية الشرطة هو البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، يعني تخصصين في آن واحد، بالإضافة إلى المستوى الأكاديمي فيما يتعلق بالمقررات الدراسية. لو تطرقنا إلى المواد القانونية، سواء كانت المواد القانونية من مدني، من تجاري، من جنائي إلى آخره من المواد القانونية المختلفة، بالإضافة إلى البكالوريوس علوم الشرطة، بالإضافة إلى الدورات اللي يأخذونها طلبتنا أثناء الأربع سنوات، بالإضافة إلى التدريبات العملية، وهذه الآن بنتكلم فيها بعد شوي عن دور أبنائنا الآن الدفعات الثلاث في الإدارات الأمنية والإدارات اللي شاركوا فيها في التنفيذ، بالإضافة إلى هناك دورات خاصة بالقطس الآن منخرطين فيها، دورات خاصة بالمظلي، دورات خاصة بالصاعقة، كلها مكملة لشخصية هذا الرجل القيادي. صحيح. الذي إحنا نطمح أن يكون ضابط خريج يحمل الرسالة العظيمة، هي رسالة على أعلى مستويات من التدريب وأيضا الخبرة الأكاديمية. إحنا لا نقبل النجاح، النجاح شيء طبيعي. نعم. وخاصة كما عودونا قياداتنا في دولة قطر. نشر. قطر تشارك في كثير من المحافل والمناسبات الرياضية والسياسية والأمنية وإلى آخره. فكلية الشرطة يعني هذا التحدي احنا وضعنا امام تحدي، فيجب ان نكون اهلا لهذا التحدي، وابناء قطر اوفياء لوطنهم، وابناء قطر لا يقبلون بالنجاح ولكن بالتميز. احنا باذن الله ان شاء الله نتوقع ان تكون مخرجات الكليه متميزه باذن الله برجل عصري يحترم القانون، يحترم الحريات، يحترم حقوق الانسان، رجل واعي ومدرك لما يقوم به من عمل في الوقايه من الجريمه ومكافحتها، وكذلك الخدمات جليلة تقدمها أجهزة وزارة الداخلية. لو لاحظنا الآن في الإدارة العامة المرور وفي المطارات وفي الجوازات هناك رجال الشرطة أصبح رجل خدمي. صحيح. وهذه هي العلاقة التكاملية. صحيح. ما بين المجتمع وبين رجال الشرطة في نوعية الخدمة المتميزة التي يقدمها رجل الأمن. الآن انتقلنا إلى الوسائل التقنية، ومن خلال مطراش ممكن تخلص أمور كثيرة. صحيح. صحيح. فرجل الشرطة. صحيح. في دولة قطر وبظل دعم معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر، الكلية للأمام، وبإذن الله انتظروا منها التميز دائما والمفاجآت التي تفاجئ أولياء الأمور وأبنائنا في النقلة النوعية في خلق رجل عصري مسلح بالعلم والمعرفة ويسبقها الولاء والانتماء لهذا الوطن والحس الأمني. بيض الله وجهك. نعم. سعادة العميد، احنا نتكلم الآن، يمكن تطرقت لأبنائنا الدفعات الثلاث اللي منهم الآن التحق لبعض الجهات، والآن اللي موجودين داخل الكلية، ودنا نعرف مشاهدينا شو علومهم ووين وصلوا من التدريبات واللياقة البدنية. علوم طيبة ونشامة، مو غريب على هالقطار والله. الدفعات الثلاث لو تكلمنا على الدفعة الأولى، وهذه الدفعة ترى مقرب لنا لأن أول دفعة دخلت، فأعتبرهم الولد البكر اللي صادق. فالآن منقسمين إلى مجموعتين، مجموعة انخرطت في الغوص وتم تدريبها في صالات السباحة في كلية الشرطة، وكذلك التدريب في بحر سلين من خلال قوة الأخوية، ومجموعة أخرى تقوم بالعمل الميداني في الإدارات الأمنية مثل التحقيق الجنائي والبحث الجنائي
المرور وكذلك مكافحة المخدرات. وبعد انتهاء مدة الشهر بينتقلون المجموعتين يتبادلون الأدوار، هذا ما يتعلق بالدفعة الأولى. بما يتعلق بالدفعة الثانية، الآن هما في الإدارات الأمنية من خلال الدوريات في الفزعة والNCC وكذلك في أمن الهيئات والمنشآت، بالإضافة إلى دراسة اللغة الإنجليزية لكل الدفعات سواء كانت الدفعة الأولى أو الدفعة الثانية. أما فيما يتعلق بالدفعة الثالثة، أبنائنا الله يحفظهم الآن في مانشستر يكملون مرحلة اللغة الإنجليزية لمدة شهر ونصف، وكذلك أبنائنا هم سفراءنا في بريطانيا والأمورهم طيبة والحمد لله، وهذا نفتخر فيه. بالإضافة إلى أن هناك دورة أخرى بإذن الله خاصة للدفعة الأولى بما يتعلق بالمظلي، وكذلك في السنة الرابعة في الفصل القادم بإذن الله اللي هي الصاعقة. وبإذن الله يتشرف أبناء كلية الشرطة بدولة قطر بحمل شعارات وأوسمة خاصة بدورة الصاعقة والمظلي والغطس، يفتخر فيها أبنائنا ونفتخر أكيد. ويفتخر فيهم الوطن كذلك بإذن الله إن شاء الله. ونشوف ذاك اليوم بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله جميع الحاضرين إن شاء الله. آمين إن شاء الله. أبو عبد الله، يعني قبل ما نختم، كلمة أخيرة تحب توجهها لمنتسبي الدفعة الرابعة لكلية الشرطة؟ نبغيك أول شيء يعني توصيهم، هذه طبعا خدمة وأمانة يحملونها على عاتقهم في دخولهم إلى على قولتهم هذا المعترك. طبعا وش بقول لهم، احنا ترى مشتاقين لدخولهم، واحنا اللي احنا المشتاقين لدخولهم وننتظرهم بشوق. وكذلك أقول لهم طبعا قطر كما قال سيدي حضرة صاحب سمو المفدى تستحق الأفضل، تستحق الأفضل. دائما نضع أمام عيوننا خدمة وطننا. صحيح. فالوطن غالي ومهما قدمنا فنحن نكون في مقصرون سواء أهما أو إحنا، فلا بد أن يتنافسون ولا بد أن يتحلون بالضبط والربط العسكري، أن يقوموا بتجهيز أنفسهم بتجهيزهم من ناحية النفسية. وإن الكلية قد يسمعون بعض الكلام من بعض الكليات خارج الدولة فيها شدة وفيها كذا، ولكن الحياة العسكرية حياة بسيطة، هما احنا في الكلية حياة انضباطية بشكل عام، لا نصنع الرجال، ولكن هم اصلا رجال جايين من بيوتهم رجال متربين، احنا علينا نسقل هذه المواهب في خدمة وطنهم. فأتمنى لهم التوفيق وأتمنى ان يكون دخولهم ان شاء الله في فترة وجود أو حصولنا على الاعتماد النهائي من قبل قيادات في وزارة الداخلية يلتقون بأبناء أخوانهم في كلية الشرطة، ويأخذون المحاضرات والتوعية الكافية لأي معلومة هم تطرح عليهم، وبينخرطون في التدريب الرياضي في الفترة المسائية لمدة شهر شهر ونصف تقريبا لدخولهم إن شاء الله للكلية في 1/10 بإذن الله، وينضمون إلى من سبقوهم من زملائهم في خدمة وطنهم. وكذلك أنصحهم بالتحلي بالضبط والربط العسكري، لأن أساس نجاح رجل الشرطة هو التحلي بالضبط والربط العسكري، بالإضافة إلى انخراطهم في العلوم الأخرى القانونية والمقررات الشرطية الجنائية والمقررات العامة، وكذلك خدمة وطنهم ينتظرهم، وبإذن الله يكتبون هذا التاريخ حتى يوم التخرج. عند يوم التخرج تمتزج دموع الفرح. صحيح. ودموع الحزن في آن واحد. صحيح. 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 بيض الله وجهك، وإحنا نبي نأخذ هذه الفرصة أنك موجود معنا أن تشاركنا بتوقيعك الكريم على جدارية يشرفني أن خاصة ببرنامج تقدم فضل. هذه الكلمة وأقول فيها يفداك عمري يا أمير القلوب. بيض الله وجهك. وجهك. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. والآن مشاهدينا ننتقل إلى سوق واقف مع نديب قناة الريان محمد الشهراني، واللي يتابع انطلاق مهرجان الرطب في نسخته الثانية. محمد مساك الله بالخير والكلمة عندك. مرحبا أخوي عبد الرحمن، الله يمسيك بالخير والسعادة. أيضا أعزائي المشاهدين الله يمسيكم بالخير والسعادة، وأنا متواجد حاليا في سوق واقف وبالتحديد في مهرجان الرطب المحلي في نسخة الثاني. للأمانة مشاركة جدا جميلة من عدد
كبير من المزارع في النسخة الثانية على عكس النسخة الأولى. للأمانة الحضور اليوم جدا جميل. قبل لا ناخذ لقاء مع ضيفنا اليوم اللي هو الأستاذ يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة بلدية والبيئة، خلنا نتكلم عن مهرجان الرطب. مهرجان الرطب اليوم افتتحه وزير سعادة وزير البلدية والبيئة الله يعطيه العافية، وعدد حضور أيضا من منسوبي الوزارة أيضا من الجهات المشاركة وعدد من المزارع. لو بنتكلم أيضا عن الانتاج المحلي في دولة قطر، هناك تقريبا العام الماضي بنتكلم على أكثر من 27,000 طن من الانتاج، بما يكفي تقريبا 81% من نسبة الاكتفاء الذاتي في الغذاء. حاليا راح يكون ضيفي الأستاذ يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية والبيئة. أهلا ومرحبا فيك أبو خالد، تفضل. يا مرحبا، حياك الله، يمسيك بالخير. شلونك؟ ساك طيب. أول شيء مبروك افتتاح مهرجان الرطب المحلي. في البداية ياريت تحدثنا عن النسخة الثانية من هذا المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نشكركم على متابعتكم المستمرة معنا. طبعا هذه مثل ما ذكرنا هي النسخة الثانية من المهرجان. الحمد لله النسخة هذه شهدت مشاركة عدد كبير من المزارع، تقريبا تجاوز 57 مزرعة مقارنة بالعام الماضي اللي كان 18 مزرعة. ولله الحمد يعني الإقبال اليوم من الافتتاح حين تقريبا ساعتين، معظم الكميات تقريبا انفذت من أصحاب المزارع. الله يعطيكم العافية، رب يسلمكم. ما شاء الله ترى فرق بين 18 مزرعة العام وأكثر من 50 مزرعة السنة هذه، الله يعطيكم العافية. شو الأصناف اللي موجودة بشكل عام أو عليها الطلب؟ هو يمكن أكثر الأصناف المتوفرة اللي هو الخلاص، الخنينزي، الشيشي، البرحي، تقريبا هذه أغلب الأصناف اللي يكون عليها إقبال من الجمهور. متوفر أنواع ثانية لكن خلينا نقول هذه الأنواع اللي يرغبون فيها الجمهور بشكل أكبر. الحمد لله على كلامك. أنتوا كوزارة لكم مشاركة في السنة هذه؟ الوزارة مشاركة بجناحين، جناح خاص بإدارة البحوث الزراعية ويعرضون ويسجلون فيه ما نقب من شراء نخيل انسجة، وكذلك يعرضون مشاريعهم البحثية الخاصة بالنخيل. إدارة الشؤون الزراعية تشارك كذلك بمشروعين، المشروع الأول اللي هو خلينا نقول المنتج المميز بإذن الله راح ينزل الأسبوع القادم من خلال الميرة، وكذلك عرض لأهم آفات النخيل. الله يوفقكم إن شاء الله بسهل أموركم. أبو خالد، المشاركات 57 مزرعة، نقدر نقول أن خلال فترة من السنة اللي طافت لليوم صار في مزارع إضافية ولا كلها من قبل ولا كتبوا مشاركين؟ وطبعا خلينا نقول الاهتمام زاد عند أصحاب المزارع. يمكن العام الماضي كانت خلينا نقول المشاركة شوي خجولة، ولا خلينا نقول بعض المزارع كانوا متخوفين من المشاركة. حاولنا نشتغل على بعض المزارع نقنعهم ان لمصلحتهم المشاركه، المردود راح يكون طيب بالنسبه لهم. احنا نعتقد ان اذا يعني صاحب المزرعه حس ان في مردود من وراء مزرعته سنه عن سنه راح يطور منتجه. مزارع لاول مره تشارك كبيع مباشر، وهذه الحمد لله يعني فضل الله سبحانه وجهود اصحاب المزارع، هذه نعتبره نجاح بالنسبه لنا. وفقكم، بالعكس نجاح للكل، احنا نفتخر في المنتج الوطني. ابو خالد، المشاركات بشكل عام في المهرجان، للي حاب انه يحضر ايضا انه يشتري من المنتج، يستمر المعرض لفتره كم ومن الساعه كم للساعه كم؟ هو الافتتاح مثل ما ذكرنا اليوم، مستمر المعرض المهرجان باذن الله لمده 10 ايام من اليوم، يوميا من الساعه 4 ل 10 باذن الله. قبل ان نختم عندي سؤال اخير، ايضا يمكن الساده المشاهدين عندهم هالسؤال. بشكل عام المزارع تقريبا عندنا 1300 مزرعه تقريبا، او بنسبه اكتفاء شامل اللي هو المزارع النخيل تقريبا 22% من المساحه اللي موجوده عندكم، والانتاج قريب 28,000 طن تقريبا. هل في نظرك انه ممكن يحقق الاكتفاء؟ احنا نسب الاكتفاء بالنسبه للتمور الحمد لله عالي جدا، يعني تقريبا فوق 70%. النسبه الثانيه خلينا نقول رغبه الجمهور بانواع ثانيه من التمور، ليس يعني ككميات الحمد لله، الكميات بفضل الله سبحانه يعني الكل شهد الحمد لله السنه ما حتى اثر انه ما في رطب من بعض الدول، الحمد لله فضل الله سبحانه المنتج المحلي مكفي وزياده. يعطيكم العافية، كثر الله خيركم أخوي أبو خالد على الجهود المبذولة في إنجاح هذا المهرجان. الله يجزيكم خير، شكرا جزيلا. إن شاء الله. طبعا أعزائي المشاهدين، الأستاذ يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بشكل عام حدثنا عن المشاركات الجدا جميلة من المزارع، أكثر من 50 مزرعة، والمعرض يستمر أو المهرجان يستمر لعشر أيام للي حاب أنه يشتري من أنواع الأصناف الموجودة، أيضا للي حاب أنه يشتري فسائل في عدد من الشركات مشاركة، وأيضا إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية مشاركة، للي حاب أنه يستفسر أيضا من الخدمات المقدمة. هذا كل اللي عندي، والله يعطيكم العافية.
كل الشكر لنديم قناة الريان محمد الشهراني، كان موجود في مهرجان الرطب في موسمه الثاني. هذا مهرجان المستمر مشاهدين الكرام على مدى 10 أيام ابتداء من اليوم، والدعوة مفتوحة لكل الزوار يبغون يزورون هذا المهرجان في الساحة الغربية في سوق واقف، والتوقيت من الساعة 4 العصر إلى الساعة 10 مساء بإذن الله تعالى. منه ولا منه؟ لا من الصوب ذا. الصوب. حياكم الله مشاهدينا، واستمتعوا بهذا المهرجان الطيب، وفي مواقف وفي أموركم طيبة، ومو ببعيد على أساس أن أنتم تنزلوا في مواقف على طول توصلون للخيمة اللي موجود فيها المهرجان. ومن هذا الجانب نروح مع ارتفاع درجة حرارة الطقس بفصل الصيف، يقبل الشباب على الرياضات التي تمارس داخل الصلاة. وفي هذا الإطار تنظم لجنة الرياضات الشتوية العديد من الفعاليات للشباب خلال عطلة الصيف. والمزيد حول طبيعة هذه الفعاليات والتعرف على أنواع الرياضات الشتوية باللجنة، معنا في الاستديو السيد محمد عبد الله علي، عضو مجلس إدارة لجنة الرياضات الشتوية. مرحبا بكم. السلام عبد الله. الله أول مرة تنورنا في ترحيب. صحيح نعم. يا مرحبا. حياك الله. حياك الله عبد الله. عبد الله، في البداية نبي نعرف إحنا ومشاهدينا فكرة اللجنة ومتى بدأت وشنو الخدمات أو الفعاليات اللي تقدمها. طبعا أول شيء إحنا عندنا ثلاث رياضات تحت الاتحاد الرياضي الشتوي. طبعا بدينا أول شيء في رياضة هوكي الجليد، وتأسست في سنة 2013، وحصلنا على العضوية الكاملة في سنة 2016، وبعدها درجنا رياضة جديدة اللي هي رياضة السباق القصير، وتأسست في سنة 2014، وحصلنا على العضوية الكاملة في سنة 2016. وعندنا بعد اللعبة الثالثة اللي هي الكيرلينج، تأسست في سنة 2015، وأخذنا العضوية في سنة 2017. طيب شنو هو الكيرلينج؟ يعني احنا عرفنا الهوكي، عرفنا السؤال في بالي والله. الكيرلينج هي اللعبة اللي نفس عندك الكورة أو الحصاة. حلو. ايه عرفتها، يقطها ويجي واحد يمسح قدامها ليه ما يوقفها في وسط الدائرة. تيلة متطورة. بس انا هل تعتبر يعني من الرياضات الشتوية؟ اي نعم، لانها تكون في الايس رينج، تكون في الثلج. إيه. بس هي نفس الهوكي ولا باليد؟ لا هذه شفت شلون التيلة قبل تضرب وتصيدهم؟ نفس الشيء، هو نفس اذا غلط صحيح لي ابو عبد الله. هي نفس القرص كذي تدزه، ويكون في واحد قدامك يمسح لك على الثلج عشان تمشي اكثر، وانت تحدد تبي تروح ابعد اقل. لها هدف معين. نعم، لها هدف معين توصل له لين ما توقف هي في المكان المعين، المكان اللي انت تستهدفه او الهدف اللي انت تستهدفه. صحيح. حلو. نعم. بعد الله، يعني دائما في عطله الصيف يكون يعني هذا اقبال كبير على الرياضات، خاصه اللي موجوده في الصالات المغلقه او اللي دائما تكون صالات يعني مكيفه او فيها الالعاب الثلجيه، يعني او الرياضات الثلجيه نقدر نقولها اللي تضمنها اللجنه، يعني مثل التزحلق ومثل غيره. يعني علم ودك تخبرنا عن الاقبال الكبير مثل على هذه الرياضات في هذه العطله، يعني عطله الصيف. نعم، هناك اقبال كبير صراحه على لجنه الرياضات الشتويه، يعني بشكل عام من كبار لصغار. حلو. ووصل عندنا العدد صراحه يعني كبير، وصل عندنا من اللاعبين البراعم هم 100 لاعب. ما شاء الله. اي نعم. ما شاء الله. هل في اي رياضه فيها؟ في جميع الرياضات يعني. وعندنا 80 لاعب من الرجال. هاي اول مره تسوون هذه. صحيح. الفعاليه. صحيح. وحبيت بس اقول لك عن الكيرلينج. أيه. عندنا فريقين طبعا فريق رجال ونساء. ما شاء الله. إيه نعم. ما شاء الله. وطبعا كل الفرق عندنا منتخبات يعني تشارك في الخارج. بنرجع ان شاء الله للمنتخبات ومشاركتهم وشلون الانجازات اللي حققوها، ولكن الان انت اول مره تسوون هذه الانشطه في الصيف؟ والله احنا دائما موجودين يعني في فيلاجو، ودائما نسوي الانشطه هذه. يعني شلون التنسيق معاكم؟ مش بس في الصيف تكون الانشطه، احنا نستمر طول السنه، يمكن شهر واحد بس اللي يعطلون فيه المدربين.
شهر واحد ما يحتاج يعني الجو بارد يعني. لا هم المدربين يروحون يدربون على الثلج ويرجعون لنا. لا بس فعلا يعني احنا انا وعبد الرحمن يوم ما قرينا التقرير ان الرياضات الشتويه استغربنا شوي ان الاسم ومسوين فعاليات في الرياض او في الصيف والان الحمد لله بيض الله وجهك ان انت اعطيتنا المعلومات. السؤال اللي يطرح نفسه هل ناويين تغيرون الاسم ولا بتتم هي الرياضات الشتويه او بيتم تطوير في هذا الجانب؟ والله لحد الان بنتم على الرياضات الشتويه، لجنه الرياضات الشتويه. لجنه الرياضات نعم الشتويه. حلو. نعم انت ذكرت لي ابو عبد الله انا في اكثر تقريبا من 100 شخص من جميع الفئات مقبله على او موجوده في هذه الالعاب. زين لو نتكلم عن الفئات العمريه لاكثر اقبالا وانتم اللي تقبلون نوعين من خلال هذه الالعاب. والله احنا نقبل كل الاعمار بس يفضل انه يكون صغير من البدايه عشان يكون التاسيس والتدريب من قبل المدرب وبعدها يكون في يعني يوصل مرحله كم عمره؟ يعني 4 سنوات الى 5 سنوات ان شاء الله. 4 سنوات صحيح. يقدر انه هو يمارس التزلج و... اي نعم يقدر. زي ما كيف طبعا في البدايه يكون برا على الايس يكون نفس الرياضه على برا على الثلج برا على الثلج يكون بس تدريب ايوه يكون تدريب خارجي على اللياقه وما لياقه وبعدين يعود على الايس. حلو. كيف ممكن ان الشخص مثلا يسجل عندكم من خلال اللجنه؟ مقر اللجنه وين مكانها؟ والله المقر عندنا في فيلاجيو ما عندنا مقر للحين يعني ما اخذنا نادي. المشكله عندنا عدد كبير و وما نقدر نوفر المكان نفسه صحيح. فمحتاجين صالة أكبر ومقر رئيسي للنادي. طيب شلون الواحد يقدر يتواصل معاكم في هذه الفترة؟ احنا موجودين في فيلاجيو من في مكان الثلج نفسه. نعم صحيح من العصر لين الساعة 8-9 يومياً؟ يومياً يومياً. حلو. يومياً. حتى الجمعة السبت يعني موجودين؟ حتى الجمعة منكم موجودين بس السبت موجودين. السبت موجودين. طيب شو المتطلبات في الشخص اللي لازم يشارك في هذه الرياضات؟ طبعاً أول شيء هو يعبي الاستمارة ويكون في فحص طبي وبعدها يكون مقابلة بسيطة بينه وبين المدرب والمدرب يشرح له كيفية ممارسة هذه اللعبة وبعدها خلاص يدخل عندنا ما في أي شروط يعني ممكن أي يعني أنت الآن تفضلت أنه يفضل أنه يكون من الأعمار السنية الصغيرة صحيح. هل في مجال أنه لو واحد حتى كبير ممكن هل يلتحق بهذه الرياضة يعني مثل حمد يعني ممكن. لا ما لي أمل. لا ليش ممكن أنا ممكن ليش نزلك مو بطالة والله احنا محتاجين يعني والكيرلينج يعني في عندنا شباب ما شاء الله كبار. والله هي لعبة ممتعة أنا كنت صراحة أتابعها بس ما كنت أعرف اسمها أن هي الكيرلينج بس كنت لما أشوف مثلا أفر في التلفزيون وأشوف في بطولات كنت أتابعها لأن جدا جميلة وفيها فن يعني أنا أحسها قريبة شوي من البليارد. أنا إلى الحين ما عرفتها والله ممكن أشوفها إن شاء الله عقب حلقة ترونا يا أبو عبد الله إن شاء الله إن شاء الله. بس هي قريبة شوي من البليارد إن أنت تقدر تتحكم في قوة الدفع وشلون الهدف نفسه وتقدر شلون توجهه فيعني هذه من الأشياء ما أعرف إذا عندنا لقطات منها يا ريت مخرجنا بس يورينا إياها. حلو. طيب بالنسبة للمنتخبات نرجع للمرحلة اللي تفضلت فيها نحن عندنا منتخبات في كل الألعاب أو في الثلاث ألعاب شنو آخر إنجازاتنا وشنو آخر مشاركاتنا؟ طبعا شاركنا احنا في آخر مرة في اليابان وطبعا المراكز احنا ما وصلنا مراكز يعني ما عندنا مراكز كثيره في متقدمه يعني ايوه عندنا على الخليج صار لنا يعني قبل سنه اخذنا المركز الثاني على الخليج ما شاء الله اي نعم وكانت في بطوله في كرغستان من حوالي سنه اخذنا المركز الثالث. طيب جميل جميل يعني هذه رياضه لهي متماشيه مع جونا ولا متعودين عليها ولا تربين عليها وناخذ فيها هذه المراكز هاي يعتبر انجاز. اي أيوة والله انجاز خاصه في فتره القيض الحين 46 درجه حراره اليوم. ابو عبد الله زين حياك الايس وان شاء الله عمرك سعد انا والله الله يحييك لكن ما اجيك انا وحمد ان شاء الله الله يحييك ان شاء الله. ابو عبد الله يعني قبل ما نختم نبقى جهودكم انتم في تجذبون مثل هؤلاء الشباب يعني ما شاء الله الإنجازات اللي قلت عنها قبل شوي لكن نبغي دوركم أنتم وجهودكم في استيعاب الأشخاص اللي لهم ميول لهذه الهوايات ويمارسون هذه الرياضات الشتوية ودعمهم حتى للمستقبل سواء من نشأتهم سواء عن طريق البراعم أو حتى إلى مستوى الشباب أو حتى الاحتراف. طبعا نقوم بترويج الرياضات الشتوية عن طريق
يعني نروح المدارس والجامعات ونسوي العروض. حلو. وطبعا في رحلات مدرسيه بعد يجونا للايس رينج ويكون المدرب موجود ويشرح فيها كيفيه لعب الرياضات الشتويه وال... حلو حلو. يعطيكم العافيه. بيض الله وجهكم. محمد عبد الله علي عضو مجلس اداره لجنه الرياضات الشتويه، اتمنى منكم التقدم ونشوفكم ان شاء الله في مراكز عليا ودرجات عليا في هذه الرياضه ونشوفها تنتشر بين مجتمعنا القطري ان شاء الله. ان شاء الله. وتشرفنا ابو عبد الله اتوقع على جداريه قناه الريان لتميم المجد. ينشره. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل وفي إطار فعاليات جدارية تميم المجد. دشنا معهد النور للمكفوفين جدارية في مدينة الغرافة بحضور منتسبي المعهد وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع القطري. دشن معهد النور للمكفوفين جدارية تميم المجد بمدينة الغرافة بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وأعضاء المركز من المكفوفين وضعاف البصر من الجنسين. ويسعى المركز من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز الهوية الوطنية. اليوم احنا هذه اللوحة يعني نشوف يعني اليوم الاجتماع القطري اللي جوه من كل صوب دليل على يعني الشباب القطريين سواء أولادهم بنات يعني دائما هم في الفعاليات خاصة في هذا الظروف اليوم لهم تواجد كبير في هذا الشيء ويعني ونحط البسمة على يعني في وجوه أخواننا اللي منتسبين اللي في معهد النور. شفناهم اليوم يعني بصراحة هم يمكن الله أخذ منهم شيء بس هم عبقريين في أشياء. هذه الفعالية التي نسعى من خلالها كأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية للتأكيد بأننا شريحة مهمة في المجتمع ولنا دور أساسي وفعال في تنمية هذا المجتمع أسوة بإخواننا من غير الأشخاص من ذوي الإعاقة، فنحن وهم سواء نسعى بشتى الطرق لتطوير وتنمية المجتمع القطري. مشاركة طلاب معهد النور للمكفوفين وضعاف البصر في مثل هذه المناسبة واجب وطني، وتعرفين كلكم أن هذهم يعني شريحة مهمة في المجتمع ومشاركتهم في هذه المناسبة ليتركوا بصمة حقيقة دعم وولاء لقيادتنا الرشيدة. وأنا أعتقد أن اليوم بوجود هذا الكم الهائل من الجمهور سواء مواطنين ومقيمين وشاركتهم أبنائهم وبناتهم من ذوي الإعاقة البصرية هذا بحد ذاته نعتبرها فرحة كبيرة، وهذا أقل شيء يقدمونه المكفوفين لهذا الوطن. وشهد التدشين توقيع وبصمة منتسبي ومنتسبات معهد النور ومتطوعيه وجميع العاملين فيه على الجدارية وتزيينها بعبارات عبر فيها الحضور عن حبهم ووفائهم وولائهم للوطن وصاحب السمو والقيادة الرشيدة. يعطيهم العافية بيض الله وجيهم إخواننا في معهد النور، وإحنا نقول لهم أنتم مش بس فقط فئة من هذا المجتمع ولكن فئة فعالة وقدمتوا الكثير لهذا العالم. ويمكن عبد الرحمن معهد النور ما شاء الله عليه حصل على جوائز وبراءة اختراع كثيرة في تطوير كيفية التعامل المكفوفين مع الأجهزة والتعلم بها.
مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الأنشطة الرياضية، حيث اختتمت بطولة تميم المجد لخماسية كرة القدم التي أقيمت في النادي العربي بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة. هنا في الصالة المغطاة بالنادي العربي اختتمت بطولة تميم المجد لخماسيات كرة القدم، وذلك من خلال المباراة النهائية للبطولة التي جمعت بين فريقي الهلال والملكي. البطولة هذه هي ولاء ومحبة وخلاص لسمو الأمير تميم بن حمد، فنسبة المشاركة كبيرة وفاقت التوقعات اللي احنا كنا متوقعين. طبعا الرياضه لابد منها تكون تماسك بين الرياضيين بعضهم مع بعض والرياضيين بعضهم مع الانديه في هذه الظروف، لان هذه الظروف لابد ان نتكاتف مع بعضنا والاثبات للجميع ان الرياضه يد واحده في اي وقت مناسب. يشار الى ان البطوله تنظم من قبل اداره النشاط الصيفي بالنادي العربي الرياضي وباشراف وزاره الثقافه والرياضه. بدينا البطوله بثمان فرق كانت مجاميع عباره عن مجموعتين، كل مجموعه فيها اربع فرق، والمتاهل لنصف النهائي والنهائي. يعني حتى لو نلاحظ ان حتى المباراه الاخيره كان في بينها حماس وتنافس ان وصلت للبلنتيات. نعبر عن حبنا لهالوطن وولائنا لهالوطن، ف يعني تميم المجد كلنا لازم نقولها ونرفعها في كل مكان. وبالعودة إلى أجواء المباراة، حيث شهدت ندية بين الفريقين على مدار شوطي المباراة، حيث لم يستطع أي منهما حسم النتيجة ليحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية التي رجحت فيها كفة الملكي الذي توج بالبطولة. ولا شك بأن إقامة مثل هذه البطولات تعكس التلاحم والترابط الوطني وتؤكد على قيمة الاصطفاف خلف قيادتنا الرشيدة بالمجالات كافة. وبهذا التقرير مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ترحيب. ولأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني. بالفعل يا عبد الرحمن، أو متابعة والمشاركة عن طريق حساباتنا في الفيسبوك والتويتر والإنستغرام والسناب شات. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، على نلتقي معاكم الأسبوع القادم. تقبلوا منا أجمل التحايا، في أمان الله، مع السلامة.